اوكي، كلت سي جاي، وصلت اخيرا الى سي جاي. سي جاي، سوف احذرك من الان، هيا استسلم والا ساقضي عليك. هيا ارفع يديك، ان لم تريد ان اقضي عليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أصدقائي، معكم أيوب أو يوبي، واليوم أتيت لكم بفيديو جديد ومود جديد من مهام ديوم. في هذا الفيديو رفاق سوف نقوم بتجربة رائعة ومميزة، وهي هل تستطيع عصابة بلس القبض على سي جاي حي؟ يعني أنا سوف ألعب بشخصية من شخصية عصابة بلس، وسأحاول القبض على سي جاي وهو حي وليس ميت، وسأتركه يعني حتى يبقى له يعني القليل من الدم، يعني وسأعطيه فرصة لكي يستسلم. إن لم يستسلم فسوف أقضي عليه أو سوف يقضي عليه. سنرى يعني سي جاي إن كان يستسلم بسهولة أو يعني لا يخون أصدقائه إطلاقا وسيضحي بنفسه. هذا ما سنكتشف فيه في هذا الفيديو، فأتمنى أن يعجبكم هذا الفيديو، وأتمنى أن تنسوا دعمنا بلايك واشتركوا في القناة إن لم تكونوا مشتركين، فعلوا زر الجرس كي يتمتن بكم كلما نزلت مقطع جديد، واكتبوا رأيكم في التعليقات عن هذه الحلقة، وإذا أردتم أيضا أن أستمر أو لا في مثل هذه السلسلة في مثل هذه المهام اليوم. وهيا لننطلق. اوكي، كما ترون لقد بدأنا. نضغط على الواي مرة ثانية ثم تضغط انتر ثم انتر. بلاي ميشن، ممتاز. الان عصابة بالاس تتفق يعني على العصابة الجروف لكي يقومون بالقبض عليهم وقتل سي جي. يا الله، طيب أين سنذهب؟ أوه، علينا الآن اختيار الأسلحة وجميع الأشياء التي سوف نحتاجها. يلا، لماذا لا يستطيع الركض هذا بسرعة؟ يلا اركض اركض اركض، اي اركض. أعتقد أن المشكلة عندي في الإعدادات. يلا أوكي، الآن يستطيع الجري. يلا بسم الله. أوكي، وصلنا إلى تشيك بوينت، فدعونا نقفز. أوكي، حسنا، علي قتل حراس الجروف ستريت. حراس الجروف ستريت هؤلاء هم. يلا واحد مات، وين الثاني؟ وهذا الثالث، وهذا الرابع. نجوت بأعجوبة. طع طع، اي اي اي، لا لا يلا لا تهرب يا جبان. أنا أمتلك السلاح السنايبر وبعيد جدا عنهم، لهذا لا يستطيعون كشف أمري. ممتاز، قضيت عليهم جميعا أنا ما أعتقد. لنرى، لم يتبقى أي واحد. Go to your gang. أوكي، علينا الذهاب إلى العصابة. غير هكذا، سنزيل السلاح لكي أستطيع الركض بسرعة. هيا 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 هيا. اوكي، هذا واحد من العصابة. يلا اليوم سوف نحاول القبض على السي جي. هذا هو سويت. علينا القضاء على سويت اولا، لكن سوف احاول القبض عليه، هو ايضا حي. اوكي، اختبئ، خذ كبار. يلا ممتاز، يلا موتوا يا جروف، موتوا. هذه المرة انا واقف بصف بالاس، سنقضي على الجروف. يلا يلا يلا، انا دائما كنت اقف الى جانبكم. يلا هذه المرة سوف سنكتشف اذا كنت يعني انا الاقوى ام سي جي. يلا 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 يلا، موت موت موت. والله عندك هيل قوية جدا، ولا تموت بسهولة. ام ان هذا بفعل هذا السلاح؟ لا أعرف، لا أستطيع أن أعرف. حسنا 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 حسنا، لا أستطيع تدمير. دعوني أفجر هذه. ابتعد أنت، لا أستطيع تفجير السيارة. يلا ابتعد ابتعد مني.
تعتقد بأنني أكترث لأمرك؟ ها؟ دعوني أختار السلاح السنايبر أفضل، سيسهل علي الأمر لأنهم بعيدون جدا عني. يلا يلا ابتعد أيها الرأس الكبير، ابتعد يا غبي. لما تجتمعون حولي هنا؟ هيا الأعداء أمامكم، هيا ساعدوني. هلا سلاح سنايبر أفضل. لا أستطيع تدمير السيارة. أوه، لماذا لا أستطيع تدمير السيارة؟ هذا صعب. يا الله، والله القضاء على عصابة الجروف سهل جدا. أعتقد أن عصابة البالاس أقوى بكثير. يلا موت. أوه، لم أستطع رؤيتك حتى. ابتعد يا غبي. ما هؤلاء الأغبياء الذي أنا أتعارك معهم؟ والله سأقتلك بدلا عن سويت. أنا أحب سويت لكن أنت ترغمني على قتلك. يلا 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 يلا، موت يا سويت، موت موت. يلا يا سويت، هيا هيا استسلم. واو سويت هذا قوي جدا. يلا لن يبقى الكثير على قتل سويت. يلا سأستخدم معها الشوتجن. يلا 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 يلا، موت يا سويت، موت يا سويت، موت 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 موت. ابقى ارضا. يلا هيا هيا هيا، لا تضيع وقتي، هيا موت موت موت. سأقتله بهذا السلاح. أوه يا للأسف استطعت القضاء على سويت. والله الأمر محزن جدا. الأمر محزن جدا لأنني قتلت سويت. يلا لا بأس. ماذا الآن؟ اعتقدت بأنني سأقضي على سي جي الآن. لا لا، تبقى لي واحد. لحظة تبقى لي الريدر على ما أعتقد. هنا منزل الريدر. ما هذا؟ بقي واحد من العصابة، بقي واحد من العصابة. كيف استطاع هذا الشخص أن يفلت مني؟ يلا قضيت عليه. ممتاز، الآن أستطيع القضاء على رايدر. get in the رايدر هاوس. أوكي، علينا الدخول إلى منزل رايدر. يلا 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 يلا، قضيت عليهم. يلا 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 يلا، ممتاز ممتاز. ما هذا الهجوم؟ سوي رايدر، اين انت؟ هل انت هنا رايدر؟ هل انت مختبئ هنا؟ ليس رايدر، هذا ليس رايدر. يلا ممتاز، لا يختبو اي احد اخر هنا. واو قضيت عليه. ماذا الان؟ من الان؟ دور رايدر على ما اعتقد. كيل رايدر، اين رايدر؟ رايدر انت هنا؟ يلا دعني ارى. هذا هو رايدر الخائن. تعال تعال تعال، عصابتك سوف تقتلك الآن. يلا، ما هو شعورك وعصابتك تخونك؟ ها يلا هيا أخبرني يا رايدر الغبي، أخبرني يا رايدر الخائن، ما هو شعورك وعصابتك تقتلك؟ يلا مت أيها الخائن. خنت الجروف، وشعرنا يعني بالأسف وبالحزن الشديد وبالغضب وإلى غير ذلك. هذا ما أعتقده أنك ستشعره في الحال. يلا يلا يلا، ممتاز، قضينا الآن على رايدر. ابتعدوا أنتم، والله سوف أقتلكم. أنا أصلا أكرهكم، فلا ترغموني على قتلكم. هذا منزل سي جي.
شوفوا منزل السجن كم من الحراس الذي يحتويه. يلا 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 يلا. وهذا السلاح هذا السلاح ضعيف نوعا ما. هذا الافضل، هذا السلاح الافضل. واو شوفوا حراس السجن قوية جدا، عندهم الهيلت يعني طاقتهم قوية. وهذا الشخص يحمل ذلك السلاح المزعج، انا الصراحة اكرهه. اوكي كلت سي جي، وصلت اخيرا الى سي جي. اي سي جي سوف احذرك من الان، هيا استسلم والا ساقضي عليك. هيا ارفع يديك ان لم تريد ان اقضي عليك. يلا يا سي جي استسلم، سي جي استسلم، انا احبك يا سي جي ولا اريد القضاء عليك. هيا يلا 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 ساقضي على سي جي، ساقضي عليه في الحال. هيا لا يستطيع ان يضربني لهذه الطريقه يا رفاق، هي اجمل طريقه للقضاء على اشخاص على اعداء لا يموتون بسهوله، يعني تاخذ كفر ثم تضرب. اوب اوب اوب، هذا يا سي جي تضربوني تضربوني. اوه ليس عندي الـ يعني الهيلت. يلا يلا ساقضي عليه بهذه. بو يلا سنرى من هو الاقوى، هل انا ام انت؟ تعال يلا انهض. او يلا طاقتنا منخفضه. يلا اذا استطعت هزيمتي فمبروك عليك، فانت قوي. ان لم تستطع هزيمتي فنهايتك. يلا انهض يا سي جي، بقيت لك ضربه. هيا سامنحك ضربه ضربه. يلا سامنحك ضربه واحده. اوه لا يا لغزائي، اوه لا اصدق انني هزمت من قبل سي جي. اوكي يا رفاق كما ترون هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، واكتشفنا في هذه الحلقة يعني ان سي جي لا يستسلم بسهولة حتى ولو كلفه حياته ثمنا لذلك. كما ترون سي جي لا يخون عائلته او اصدقائه او عصابته يعني نهائيا. المهم هنا وصلنا الى نهاية الفيديو، فاتمنى ان يعجبكم هذا الفيديو، واتمنى لا تنسوا دعمنا بلايك، واشتركوا في القناة لم تكونوا مشتركين، فعلوا زر الجرس كي يتم تنبيهكم كلما نزلت مقطع جديد. كان معكم ايوب او يوبي، الى اللقاء.